إذا فقرتكم في لايف لي نهار اليوم زميل زهر الدين جواد دار لايف شاف فيه كيف تقضي إيناس عبدلي يوميتها خلال الحجر المنزلي. صباح الخير، كيف الحال؟ صباح الحمد لله، سنة خير. والله لبيا إيناس. إيناس حجر الأولى، مرحبا بك. مرحبا بك صراحة. درت أون لايف معايا في كوفي لايف. كوفي لايف تابعت ليميسيون كوفي تايم. كوفي تايم. أيوا مشتقاتها. الاخرى في لاديلي والاخرى في انستغرام. ايوا ايناس كيما مداري تفرجي، احنا ماذا بينا في هاد لا ريبريك لا كرونيك الخفيفه سي نقربوا لارتيست للبيبليك تاعه ولا الناس اللي ماذا بهم يعرفوا كيفاش الناس اللي يحبوهم واللي يتبعوهم. كيما انت ما شاء الله عليك عندك بريزونس في لي ريزو سوسيو مام شاش تيليفزيون، كاين بزاف الناس يتبعوك، ماذا بهم يعرفوا ايناس عبد اللي لاكتريس وايناس عبد اللي ليتيديونت كيما كاع لي جان لا جينيراسيون تاعك، كيفاش راهي تقضي هاد نقول الحبس المنزلي؟ الحجر الصحي. الحجر المنزلي، حجر الصحي حاجه اخرى. حد منزلي زعما. انا راني قاعده في الدار باسكو فريمون راني خيفانه بزاف على من هاد الكورونا ومخوفني، و جيساي او ماكسيموم دو ليفيتي دو با لافوار، مانيش حابه نمرض به واللي ديجا اليوم مرض به. ما يتشتر علينا كامل واللي هم مرض به قولهم بيش فيهم ان شاء الله وبيعاونكم. راني قاعده في الدار مع والديا، جيساي دو موكيبي، نشوف دي سيري، نشوف دي ديسان انيمي، نقرا اوسي. حابك ما خرجتيش يا ايناس؟ صافي دوبي فاندردي ماشي هذا اللي فات. دونك راكي في 15 جور ابري. 10 جور هكذاك فوالا. تقريبا 15 جور. ايا تقريبا صافي بليزير. و قبيله كنت نقول لهم انا كاين واحد الفيلم تركي لصق فيه لينغو، واش تنصحيهم بالك كتاب قريتيه ولا كي تقري فيه دروك ولا اي سيري سبيسيالمون ولا فيلم اللي فريمون تلفي فيه الكونفينمون؟ ديجا راني حابه نشوف واحد الفيلم كامل مي هضروا عليه لي يبكي. انا شفته ما لازملك غير شوفيه. طوب يبكي بزاف ولا ماشي بزاف؟ شوفي صديبو كي اللي بكا كي اللي مبكاش، انا استمتعت به باسكو لو سيناريو لي فريمون عالمي. وحنا كممثلين لو جو داكتور عالمي ثاني. نقولهم قعدوا في ديركم سي فريمون امبورطون، علاش تخرجوا وشنو الفايده كي حتخرجوا؟ او كونترير بالك حد تكون عندكم الكورونا تحكم فيهم. قعدوا في الدار، اون با سو ساكريفي شويه كشهر ولا شهرين ولا اون غاست في الدار، سي با فاسيل، سي تري ديفيسيل. على بالي ماشي الحاله هذه ماشي سهله، راهي صعيبه بزاف. نقعدوا في الدار اون سو ساكريفي شويه، محنا وتجوز ان شاء الله شويه الوقت شويه يجوز. إذن كانت هذه يوميات إيناس عبدلي، تحياتها لها.